الله فيكم أعزائي المشاهدين. إن شاء الله أعزائي المشاهدين، اليوم مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وترتيبها في المصحف هي السورة 83، وكذلك هذه السورة سورة مكية، اسم السورة سورة المطففين، وكذلك بالنسبة لعدد آيات السورة 36 آية. واليوم إن شاء الله سنستمع للتلاوة العملية من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من الآية الأولى إلى الآية الثالثة لنستخرج الأحكام التجويدية. نستمع الآن إلى الآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قلت الشيخ خالد، بمناسبة اسم الصورة المطففين، هناك تطفيف في الميزان، فهل هناك تطفيف في التلاوة؟ نعم نعم، بارك الله. طب عايزين نتعرف عشان نتجنب التطفيف، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من المطففين أو نكون منهم. آمين يا رب. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. أولا يجب أن أنبه المشاهد الكريم والمستمع العزيز أن هذه السورة ليس الكثير يحفظها. نعم. فلاحظ أن الكم معايا، أنا بكلم المبتدئ اللي أول مرة يشوفنا، وأنا بتعامل مع المشاهد الكريم إن معايا في كل مرة جديد لا يدري شيء عن أحكام التجويد. نعم. فممكن يسمع أحكام التجويد ولا يدري ماذا أتكلم، فما يسيبنيش ويقوم. لا، أنت اللي يلزمك الكم صغير، 3 آيات سطر ونص، كثرة التكرار والسماع والتلقين والتلقي 1 2 3 عشان تضبط الفك. فأنت يهمك دلوقتي أما تسمع من يتلو بعد الاتصالات إن شاء الله، اسمع الغنة فين، اسمع الجملة كيف تتلى، إزاي تقف، إزاي تبتدي، إزاي تنتهي، 3 آيات. نعم. المفروض بعد انتهاء الحلقة تكون حافظهم، حافظهم حفظ جيد بتلاوة صحيحة، ده كده رقم واحد. رقم 2، علشان العذاب الذي وعد الله به من يطفف في المكيال، والتطفيف ده شيء قليل، نذر حقير، ربنا وعده بهذا العذاب الأليم. طب ده في أشياء محسوسة وموزونة، مكيلة وموزونة، ودنيا ثانية، فكيف بقى بمن يسرق الناس، ومن يسرق من صلاته، ومن يسرق من تلاوته، إلى آخ إلى آخ إلى آخ إلى آخ. فخلي بالك. نعم. أنا مش بخوفك، لا، أنا بعرفك بس ما الذي يجب عليك. يعني هناك بمعنى السرقة في الصلاة؟ ده كثير بقى، قس عليها بقى أشياء كثيرة. وفي التلاوة؟ في كل، بص، العبرة كما قال في كل آية مثل هذه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في سبب نزول، تعدت الأسباب، زي مش مجالنا دلوقتي حاليا، ده مش مجالنا، لكن العلماء قالوا انتبه أيها الإنسان، هذا عقاب من أخذ شيئا طفيف. يعني إيه شيء طفيف؟ يعني قليل جدا، يعني حاجة بسيطة جدا، في مكيل أو موزون، وزن بلح، وزن رز، وزن أي شيء، أو جعل كيل أي شيء. تخيل لما ياخد مثلا منه 2-3 جرام، ما هو الطفيف ده جاي من إيه؟ من شيء طفيف، يعني شيء قليل جدا. فربنا أعد هذا الويل لمن أخذ هذا الشيء القليل جدا. يعني نسأل الله عفو والعافية. طب فضلت الشيخ، بالنسبة لما نشوف المعنى الجميل دوت، يعني معنى ان خطورة ان الانسان يكون بيطفف بياخد حاجة بسيطة قوي، فيعني ما بالونا بان احنا بنشوف يعني ناس كتير للأسف مهملة في حاجات كتيرة، فده بيبان أهمية ان احنا نكون من المحسنين المتقنين. ده صفة ملازمة للمسلم، ان كل واحد مسلم لازم يكون محسن ويكون متقنا في عمله وفي أقواله وفي أفعاله. نعم، لو فتحنا المجال لمثل هذا الأمر سيأخذ منا، ما هو ده التدبر. يعني احنا بس بنوجه يعني نظر نفسنا الاول اعزائي المشاهدين، ونظر حضراتكم برضو الى اهميه استخراج المعاني، ونشوف خطوره ان الانسان ما يكونش متقنا، ما يكونش يعني محسنا في عمله، كل ده ليه خطورته. واحنا عايزين ان شاء الله النهارده من خلال البرنامج نكون محسنين في التلاوه باذن الله، ومتقنين في التلاوه باذن الله. لذلك من الاحسان الكم القليل ليحفظ. نعم. ويفهم
ويقرأ جيدا. إذن فالحكمة من إن إحنا بناخد من الآية الأولى لحد الآية الثالثة النهاردة إن إحنا عايزين إن شاء الله نعود نفسنا والإخوة المشاهدين على الحفظ. بالضبط. ده رقم واحد. نعم. رقم اتنين بعد كده بقى، أنا عايز أنتبه لشيء مر علي في أماكن مرت من سورة الناس إلى هذه السورة لم نتكلم عليها، لكن اليوم سنتكلم لوجودها وهي الثالثة أو قبل الأخيرة. إيه هي دي بقى؟ نعم. قبل المطففين سورة الانفطار آخرها والأمر يومئذ لله، بعديها سورة المطففين زي ما سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. جميل قوي كده. إيه اللي عايز أتكلم عليه باختصار شديد جدا؟ واحد، خلي بالك إحنا بنسمع كثير من الأفاضل حينما يقرؤون بيقرأوا كده مثلا والأمر يومئذ لله، وتجد يسكت شوية، ويل للمطففين. لا، رواية حفص عن عاصم اللي إحنا بنقرأ بيها حينما يأتي بين أي سورتين بترتيب المصحف وهو جاي من الفتحة كده ونازل إلى سورة الناس، يبسمل بين السورتين، انتهى من سورة والأمر يومئذ لله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده يفتتح السورة ويل للمطففين. خلي بالك من دي كويس. دي بنبه عليها ليه هنا؟ لأن ما بين الانفطار وما بين المطففين كلام لعلماء القراءات ولأهل الأداء مخصوص، يعني في الموضع ده، وكذلك في آخر المدثر وده قبل، وأول القيامة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا أقسم بيوم القيامة، والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. سورة الفجر وسورة البلد، خاتمة الفجر وأول سورة البلد، خاتمة العصر وأول الهمزة، هكذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. عند أهل الأداء، وإحنا برنامج مع التلاوة والأداء التلاوة، نعم، يفرقون بالأخص في هذه المواطن الأربعة ويسموها الأربع الزهر. الأربع الزهر، الزهر بمعنى إيه فضل شيخ الزهر؟ بمعنى الزهر من الشيء الجميل، الزهر الشيء الجميل، يعني باب التشبيه السورة بأنها زهرة. نعم، واخد بالك أنت إزاي؟ فهذه المواطن الأربعة لها خصوصية في علم القراءات. ما يعنيني هو حفص دلوقتي، حفص مذهبه إيه، تلقى إيه، وعلم إيه، تلقى ولقن أنه إذا انتهى من سورة وسيبدأ في سورة تالية فإنه يبسمل بين السورتين إلا سورة براءة، أي الأنفال وبراءة. نعم. واضح الكلام؟ واضح فضلت. جميل أوكي. دي رسالة نخلي بالنا منها علشان بنسمع كثير جدا في من بعض الأفاضل غير القراء المصريين بيقرأ يصل السورة بالسورة أحيانا هو يبسمل في سره. لا، في مقام الأداء والتلاوة والتلقي البسملة يجهر بها حفص عن عاصم، ممن يجهر بالبسملة، ممن يجهر بالبسملة. نعم، هناك من القراء من يصل بدون بسملة كحمزة مثلا، وهناك من له الوصل والسكت والبسملة كورش مثلا من طريق الشاطبية مثلا. نعم، لكن هذه قراءات انت بتقرأ بيها ولا بتقرأ بحفص؟ لا، بنقرأ بحفص. جميل. ما تتشتتش بقى معايا، ايه اللي يعني دلوقتي حفص تنتهي والأمر يومئذ لله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، ده اللي يعنيك دلوقتي الحفص. خلي بالك بالنسبة هنا مش حفص كله، يعني هو كده في الوصل بين أي سورتين في المصحف كله؟ نعم. طب الموضع ده إيه اللي فيه زيادة؟ الخصوصية أن بعض أهل الأداء لمن يصل ولمن يسكت لهم مذهبان. المذهب الأول مذهب التفرقة بين هذه المواطن الأربعة وبين بقية السور، لما في التلاوة حينما تصل هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، والأمر يومئذ لله ويل، جنتي لا، بالصبر ويل، استقباح
للمعنى، استقباح للمعنى في الوصل. فمن يصل في هذه السور ومن يسكت في هذه السور تبدلت معه الأحوال. لذلك قال الشاطبي: وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة. يعني من يصل بين كل سورتين، والعلم الوصل يكون بدون بسملة والسكت يكون بدون بسملة، فمن يصل يأتي في هذه المواطن الأربعة ويسكت. اللي بيوصل من غير ساكت بيأتي هنا في المواضع الأربعة اللي منها يصل بدون، والوصل بدون بسملة وهو حمزة وخلف في كل القرآن بعد ما يبدأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم: ولا الضالين ألف لام ميم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، يصل بين السورتين على طول. نعم على طول كده بدون، فالقرآن عنده كله كأنه كالسورة الواحدة. يأتي في هذه المواطن الأربعة، الذي يصل يأتي في هذه المواطن الأربعة ويسكت، إيذانا بانقضاء السورة وإيذانا ببدء سورة جديدة وللفصل. للفصل عشان ما حصلش المعنى اللي مستقبحنا. هذا من يصل. ومن يسكت يأتي في هذه المواطن الأربعة ويبسمل، يأتي في هذه المواطن الأربعة بين السورتين ويبسمل. أيضا إيذانا بانقضاء السورة وإيذانا بابتداء أخرى جديدة، وأيضا استقباحا لمعنى الوصل. واضح الكلام؟ طب اللي بيبسمل زينا فضلت الشيخ في حفص، ما هذا خلاص انتهى، ده أوجب بقى اللي هو يبسمل. هذا الأمر بالنسبة له منتهي، لذلك أنا بدأت به أولا. ما يعني التالي لحفص أنك تبسمل بين السورتين؟ انتبه، هذا هو أصل المذهب. هذا هو أصل المذهب وأصل الرواية وأصل التلقي. هكذا تلقى حفص القرآن بالبسملة بين السورتين، وهكذا لقن وهكذا تعلمت. وهكذا تلقيت.